شلونكم؟ شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. في ملاحظة عندي بعدها ان شاء الله ببلش بالمواضيع. شو الملاحظة؟ اكثر الفيديوهات اللي انا انشرها في ناس تنعجب بالفيديوهات تاخذها حلو تحطها عندها بالقناة. انا راضي ولا لا؟ حلال عليك. جيد. شو تقوم تسوي؟ مثلا انا تكلمت بموضوع يا جماعة السوبرلينا والله فوائده، انا تكلمت عنه، يقومون القنوات شنو يسوون؟ يحطون الفيديو مالي ويحطون سوبرلينا وهم يبيعونه. ركز، يحطون سوبرلينا وهم يبيعونه. انا لما اتكلم عن سوبرلينا يمكن واحد ببالي مثلا، بس انا ما وصفت شنو اي نوع. هو يحط نوع من عنده بغرض انه يحط فيديوي عشان يبيع المنتج ماله. اي فيديو تشوفونه ويهي كذي ويما منتج ترى مو انا، دش اكاونتي. اذا نفس الفيديو اوكي، اذا مو نفسه انتبه انتبه. انا قلت لكم مو بعدين يقول لي بوضاري والله جربت اللي يتكلم عنه ويطلع انا اللي يا جماعه انا لما احط منتج اكون قاري عنه وعارف كل تفاصيله وشنو الصيغه الصحيحه وشنو ومجربه وشنو ومجربه. يعني انا مجربه. مجربه. وكل اهلي والناس اللي اعرفها دائما انصحهم فيه يروحون يشترونه من امازون، من اي هيرب او من الصيدليات. عرفتوا يا جماعه؟ ما احط شيء انا مو مجربه. او اقول او اذا مثلا مو مجربه اقول لكم يا جماعه هذا الناس وايد تتكلم عنه، يفيد مثلا التهابات حق الفطريات، فايروس، هذا اشوفه افضل واحد. قد يكون انا مو مجربه ولكن هذه اعشاب. بس ولكن انا لما احط لك شيء اكون واثق منه اكون انا مجربه. واضح يا جماعه؟ وما لكم شغل بالقنوات اللي يحطون منتجات هذا اللي ينصح فيه بضاري. لا مو مشكله، شوف الفيديو، دش قناتي يوتيوب انستغرام، اذا شفتها نفس الفيديو يعني معناته صدق انا امدح هذا الشيء. واضح؟